لذلك أقول لإحبابي وإخواني من له صاحب سوء اترك صاحب السوء، الصاحب ساحب، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال ربنا عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي يوم القيامة قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فر من المجذوم، فرارك من الأسد. صاحب السوء من يشرب الدخان والمخدرات والخمر ويسمع الفحشة والخنا ويشاهد الأمور الماجنة، اتركه الآن قبل أن يفترق منك هناك. انتبه لمثل هذا. قال قرينه: ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد. انتبه حتى لا يجرك إلى النيران وإلى غضب الواحد الديان. حفظكم الله وكفاكم وآواكم.